تحية مجددة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى فقرة ضيفي الغرفة. وبعد الزيارة التي قادته إلى ولاية تيبازا، قام وزير التربية عبد الحكيم بالعابد بندوة مع مدرائي المؤسسات. هذه الندوة تضمنت وناقشت أيضا عروض وورشات، وتناولت أيضا عدة مواضيع بالغة الأهمية في القطاع التربوي. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا، يحضر معي كمال نواري مستشار تربوي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك، وشكرا على الدعوة، وتحية لمشاهدي قناة البلاد. نعم، كما سبق وقلت سيدي، سيد عبد الحكيم بالعابد قام بزيارة إلى ولاية تيبازا، جمعته بمدرائي المؤسسات التربوية. تطرقت هذه الزيارة لمواضيع هامة، أبرزها ربما تقييم المكتسبات أو مكتسبات امتحان الابتدائي. طبعا هي ندوة حضورية لمديرية التربية على مستوى الوطن، ومع وزير التربية وإطارات الإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية لمدة 3 أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضيين. طبعا فيه كما أشرت إلى أنه فيها عروض وورشات، هناك 4 عروض تتعلق بالتقييم أو امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، ثم تكلموا على القانون الأساسي لقطاع التربية، وأيضا بالنسبة لاعتماد بعض المؤسسات الخاصة، وأخيرا موضوع اللي هو القانون الجديد، قانون 23/04 اللي يتعلق بممارسة حق الإضراب وممارسة حق النقاب. طبعا وهناك 6 مواضيع في الورشة سنتكلم عليها. نعم سنتكلم عليها سيدي. ربما غدا إن شاء الله سيكون استئناف الفصل الدراسي الثاني، وحسب المعطيات أنه الفصل الأول كانت نتائجه جد مرضية بالنسبة لأطوار التعليم الثلاث، وأيضا يعني نتائج قلت كانت مرضية، وعرفت تحسن في النتائج مقارنة بالسنوات الماضية. طبعا المقارنة كانت مع الفصل الأول من السنة الدراسية السابقة، وكل النتائج خلال هذا الفصل كانت جيدة وممتازة في كل الأطوار. في الابتدائي كانت نتائج أحسن بكثير من السنة الماضية، ركزنا على السنة الخامسة وعلى السنة الثالثة ابتدائي. لماذا الثالثة الابتدائي؟ لأنها شهدت وجود مادة، إدراج مادة جديدة وهي اللغة الإنجليزية، حيث تحصل التلاميذ هذه السنة على أكثر من 90% من معدل في اللغة الإنجليزية، مما يعني أن التلاميذ لهم قابلية في تعلم هذه المادة ولم يجدوا صعوبة في تعلمها. بالنسبة للتلاميذ السنة الخامسة أيضا مؤشر جد إيجابي، وهو عندما نقول سنة خامسة معناه طريقة الامتحان الجديدة أو النسخة الثانية في الامتحان، ربما ستنطلق في شهر ماي، فهي أيضا أعطت ثمارها خلال هذا الفصل لتلاميذ السنة الخامسة. نروح إلى مرحلة التعليم المتوسط، أيضا شهدت نتائج جيدة مقارنة مع السنة الماضية بنسبة 91.95% تحصلوا على المعدل. نعم. ونركزوا على تلاميذ السنة أولى المتوسط. لماذا؟ لأنهم أيضا لأول مرة يدرج مفهوم جديد في هذه المرحلة، وهو المعالجة البيداغوجية، بعدما كان هناك امتحان لمدة أسبوع يسموه التشخيص أو فحص التشخيصي يدوم فقط أسبوع. اليوم رانا مع طريقة جديدة وهي المعالجة البيداغوجية، وهي مرافقة التلاميذ الذي يجدون صعوبة في بعض المواد. ستستمر هذه المعالجة البيداغوجية ومرافقة التلاميذ إلى غاية السنة الأولى السنة الثالثة ثانوي. روحوا إلى مرحلة التعليم الثانوي، أيضا هناك نتائج. نعم، كانت 64.32% ممن تحصلوا على المعدل مقارنة مع الفصل الأول للسنة الماضية، نتائج جيدة. هذه كلها مؤشرات تدل على 2 حوايج، وهي أن كان هناك استقرار في الفصل الأول وهدوء، وسنتكلم ما هي أسباب وما هي القرارات التي اتخذت حتى كان هناك استقرار وهناك نتائج، وهي أيضا
النقطة الثانية وهي مؤشر لنتائج جيدة مستقبلا في الامتحانات الرسمية أو الامتحانات المدرسية. نعم، ونقول أيضا أنه هذه النتائج يعني تحققت بفضل التزام عمال قطاع التربية وأيضا الأولياء. طبعا الأولياء، أولا هناك قرارات اتخذت من طرف وزارة التربية، من طرف السيد وزير التربية الوطنية وهو مشكور عليها، أيضا هناك التزام من الأساتذة بمرافقة التلاميذ، وهناك أيضا وعي الأولياء بمرافقة أولادهم خلال الموسم أو خلال الفصل الأول. يعني هناك عوامل سنتكلم عن هذه العوامل، خاصة القرارات التي اتخذت خلال هذه السنة في التي ساعدت على استقرار القطاع. نعم. خلال هذا الفصل. نعم أستاذ كمال، وبعد العطلة يعني بعد عطلة 15 يوم غدا سيكون الاستئناف الدراسي للفصل الثاني. يقول كيفاش يكون الاستعداد النفسي ربما والذهني للأطفال بعد هذه العطلة قصيرة المدى؟ شوفي، مادام هناك نتائج جيدة فهناك نفسية مرتفعة. ما تنساش بأن وزارة التربية خضعت قرار وهو فتح المؤسسات خلال العطلة لحصص الدعم والمراجعة، فتحت يعني خلال الأسبوع خاصة لتلاميذ كل تلاميذ وخاصة تلاميذ الامتحانات المدرسية. كي نقول الامتحانات المدرسية يعني البيوم والباك. الأساتذة أيضا ساهموا في تقديم هذه الحصص مجانا. نعم. يعني الشيء الجميل أيضا قبل الخروج يعني تم تخصيص يوم مفتوح لاستقبال الأولياء، هو يوم الخميس 21 ديسمبر. يعني الأساتذة كان لهم لقاء مباشر مع الأولياء. كي نقولوا لقاء مباشر، وزير التربية أمر مدراء التربية بزيارة هذه المؤسسات على مستوى الولاية. يعني كي نقول كاين يعني لقاء يعني باش نعطوا صورة حقيقية للتلميذ في المؤسسة في القسم. يعني من خلال الغياب، من خلال سلوك، من خلال التأخر، من خلال كذا، ربما هذه ملاحظات تساعد الأولياء أكثر من أي شخص آخر في مرافقة التلاميذ في خلال الفصل الثاني وخلال الفصل. ونقول لهم باللي مازال الوقت باش تقدر تستدرك، تقدر تتحسن النتائج. نعم. تقدر يعني ترافق زملائك المجتهدين في المراجعة والمذاكرة داخل المؤسسة أو في البيت أو خارج. نعم، يعني كثير من الأولياء دكرم يشاهدوا فينا. هل يكون أو يعني هل سيبقى يعني ثبات على طريقة تدريس الأبناء مثل الفصل الأول؟ يعني ثبتوا على هذه الطريقة اللي كانوا يدرسوا بها أبنائهم؟ طبعا الآن الأولياء راهم تقريبا واعون يعني بمستوى وليداتهم. الآن لما يمسك كشف نقاط التلاميذ أو وليده يعرف ما هي النقاط السلبية والنقاط الإيجابية. النقاط اللي تحصل عليها أو المواد اللي تحصل عليها يعني بعلامات جيدة، وهناك علامات نقوله غير جيدة متوسطة، يقدر من خلال اللقاء اللي داروا مع الأساتذة يعطوا له صورة حقيقية على أوليده. يقدر خلال الفصل الثاني والثالث أنه يدير له دروس دعم سواء كانت في المؤسسة أو خارج المؤسسة أو في البيت. نعم، وهل يمكن إعادة تصفح المواد السابقة؟ طبعا يمكن أن يستدرك، لأن الفصل الأول هو جزء من عام كامل. يعني معنا نعطوله أمل، نعطوله تفاؤل باش يقدر هذا الولي يقدر يرافق وليده في المراجعة. لما شوفوا تلميذ ضعيف، ما نقولوش احنا ضعيف، نقولوا نقاط نتاع المادة الرياضيات ربما تكون أقل من 10، هنا يقدر يدير له دروس دعم، يقدر يدير له دروس مع الأستاذ، يقدر الأستاذ اللي راه في القسم يقدر يركز على بعض التلاميذ في حصص الاستدراك لاستدراك التلاميذ في هذه المواد، يقدر له دروس دعم خارج البيت. نعم، لتدارك ما فاته. معناه نعطوله أمل باللي يقدر يستدرك. النتائج جيدة، يعني عدد التلاميذ ربما اللي تحصلوا على أقل معدل إذا قارناها بالسلبي يعني عدد قليل جدا. لما نشوف نتائج جيدة فوق يعني مثلا في الابتدائي فوق 90%، كم عدد التلاميذ اللي ربما جابوا أقل من 10؟ ربما لظروف
ظروف ربما خاصة بالتلميذ، أو ربما ظروف تمدرس التلميذ. كي نقول ظروف تمدرس التلميذ، ما نلوحاش على الإدارة، نلوح على قطاع آخر، أو على ظروف مثلا عدم وجود التدفئة، عدم وجود الإطعام، عدم وجود النقل المدرسي. ربما هذه الظروف هي اللي خلت التلميذ يتحصل على معدل أقل، لكن عددهم قليل جدا. إذا شفنا عدد أو نسبة الناجحين، لو قارنا نسبة الناجحين بالنسبة، عدد كبير جدا. نعم، بالعودة إلى موضوع تقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي، واللي هي تعني تهدف بالأساس إلى تقييم مكتسبات التلاميذ من خلال الكفاءات أيضا المستهدفة في المناهج، ربما سيدي الكثير يجهل يعني كيف يتم ذلك. طبعا التقييم امتحان أو امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم هو يعوض امتحان سابقا ما يسمى بالسانكيام. شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي اللي كان يدار في يوم في ثلاث مواد فقط، وهذا الثلاث مواد ما نقدروش نقيمه بها التلميذ اللي يدرس ربما أكثر من 11 نشاط أو 11 مادة. اليوم التلميذ راهو يمتحن في كل المواد التي يدرسها. سابقا هذه الآن راه النسخة الثانية، سابقا كان يمتحن في كل المواد، ربما استغرق الوقت مدة شهر. وطبعا وزارة التربية دارت ندوات حسب المقاطعة في الولاية جهوي ووطني، وشاركت جميع الفاعلين والمشاركين في هذه العملية من أساتذة، من مديرين، من مفتشين، حتى في المتوسط، حتى النقابات، حتى جمعية أولياء التلاميذ، وخرجوا بنتيجة وهي أنها تقليص عدد الأيام، تقلص في حجم ساعي تاع المواد، تقلص في عدد المواد التي يمتحن فيها التلميذ. القرار اتخذ وانطلقت عملية التوعية والتحسيس المديرين والمفتشين عن طريق سيتم تحسيس الأساتذة والأولياء والتلاميذ بأن هذا الامتحان سيدوم خلال 3 أيام فقط. نعم. ولست مواد فقط. كيف اسمح لي سيدي؟ نعم. كيف يساهم هذا في كشف يعني النقائص عند كل تلميذ؟ كيف يساهم؟ طبعا النقائص أنه يمتحن في كل المواد، ولكن ليس في 3 أيام. ربما هناك مواد تمتحن شفهيا وخلال السنة، معنا هنا لا نستثني أي مادة من المواد، لكن المواد الأساسية اللغات ويعني التاريخ والجغرافيا والرياضيات تمتحن خلال 3 أيام فقط. وبالتالي هنا نقدر نقيم التلميذ في المواد الأساسية والمواد الثانوية التي يمتحن فيها بطريقة أو بأخرى خلال السنة، نقدر نقيم بها التلميذ. لكن الشيء الجميل في هذا هو أنه تم تقليص عدد الأيام، تقليص عدد المواد خلال الامتحان. نعم، وبالنسبة لرقمنة القطاع أستاذ كمال نواري، يعني نعم، دائما هناك حديث عن رقمنة القطاع، يعني أين وصلت؟ بالعكس، القطاع هو أول قطاع في الجزائر اللي بدأ في عملية الرقمنة منذ 2015. يعني عدنا تقريبا 8 سنوات ونحن في عملية الرقمنة، ولكنها تتم تدريجيا، كل سنة هناك جديد. نعم. لكن الموضوع اللي ذكرتيه انت في بداية السنة هو النتائج كانت جيدة. نعم. هي بسبب وجود هذه الرقمنة التي ساهمت في استقرار القطاع، يعني في هدوء القطاع. القطاع يعني ما فيه احتجاجات، ما فيه انتقادات، ما فيه توقفات، ما فيه حتى شيء، استقرار تام. من بين النقاط التي ذكرتها الرقمنة هي رقمنة الحركة. عندما نقول رقمنة الحركة هو استقرار الأستاذ في مكان عمله بعد ما كان يتنقل إلى مناطق بعيدة، ربما لا نقل، لا إطعام، لا إيواء. اليوم بنسبة 92 أو أكثر من 90% تم تلبية رغبات الأساتذة في حركة النقل. في حركة النقل من وخارج الولاية، في رقمنة إعادة السنة، في رقمنة تسجيل التلاميذ تاع السنة الأولى والتحضيري في الابتدائي، في رقمنة تسجيل في البكالوريا وفي امتحان شهادة التعليم المتوسط، ولأول مرة في تاريخ الامتحان
صفر ورقة يعني نعم. كلش مرقما. الرقمنة القادمة والآتية هي أحسن ستكون أفضل نعم. أفضل لأن الآن اليوم التلميذ ربما الوالي وهو في بيته يعرف ويعلم بغيابات مثلا وليده. نعم يعني هذا يعني عنده حديث خاص هو يعني نظام تبليغ الأولياء بغيابات نعم. أبنائهم نعم. هذا النظام سيدخل يعني سيدخل حيز الخدمة قريبا قريبا. إذن العملية رقمنة العملية هي أحسن عمل يعني قامت به وزارة التربية ورقمنة تقريبا 80% من القطاع. الآن كل العملية مؤخرا تدفئة الآن وزارة التربية على علم بكل صغيرة وكبيرة ما يجري في المؤسسات من التدفئة المعطلة اللي ما يشتمشي يعني حتى تتخذ أو تقدر تأخذ قرارات سريعة لتصليح أو صيانة الأجهزة. نعم الأجهزة يعني عملية الرقمنة يعني خضت وقت وخضت يعني بعد كبير في قطاع التربية. الآن راهي تمشي عملية جيدة وممتازة. نعم وبالعودة إلى كيفية أو طريقة الحفاظ على النتائج اللي حققها تلاميذ بالأطوار بكل الأطوار في الفصل الأول نعود يعني كنصائح تجاه الأولياء لعمال قطاع التربية ربما. شوفي أنا قلتها ونقول باللي التلميذ لما يتحصل لك على نتيجة جيدة نطرح السؤال للأولياء هل اشتريت له جائزة هدية تحفيز يعني. ديتو يحوس شريت له حاجة ديتو للمطعم يعني كل حاجة. الأولياء نعم. عندهم دور في تحفيز أولادهم لما يتحصل تلميذ على مجيدة احنا تعودنا باللي يشري له جائزة. لو ما يشري له الجائزة التلميذ لما يتحصل على معدل أحسن وفي الفصل الثاني والثالث يقول لك الأبناء ولا الأم ما تشري ليش الجائزة وش ندير بالمعدل يولفوا هذيك يولفوا لازم يولفوا بالجوائز بالهدايا يديه للمطعم يديه يخرج من المدينة اللي راه فيها يديه إلى الجبال جبال شريعة جبال وين تتساقط الثلوج في الجزائر كاملة يديه إلى مطعم فاخر. نعم كاين اللي ربما ما عندهمش امكانيات هذاك يلو كان هديه رمزيه يتحفزوا هي هدايا رمزيه يقدر يوفر كما راه وفر للوليد الادوات والمحفظه وكذا وكذا والالبسه وكذا يقدر يوفر مبلغ مادي ليخصه في نهايه كل فصل باش يشري له جائزه قيمه ولا بسيطه قال هذه هديه بمناسبه حصولك على هذا المعدل هي تحفيز وتشجيع التلميذ باش يزيد يقدر يخدم. هذا هو. اثنين الأولياء الأرهم واعون بمجرد ما يلتقي مع الأستاذ في نهاية الفصل ويعطي له الصورة الحقيقية نتاع وليده من حيث السلوك والغياب وكذا. طبعا الولي الآن مطالب باش يصلح ويحسن هذا الوضع يراقب أيضا يراقب وليده غياباته وتأخراته ومن خلال قناتكم أطالبه بزيارة الأساتذة بزيارة المؤسسة. نعم لازم يكون وقوف على واقف على وليده دائما واقف يعني كي يكون عنده يوم فارغ ما عنده الشوق وقت عمل يقدر يروح يزور المؤسسة اسكو وليده راه يجي ماشي يجي يتغيب ماشي يتغيب يتأخر متأخر سلوك تاعه هدي يدي معلومات من الإدارة من الأساتذة من كل يعني هذه مهمة الأولياء. الأساتذة الآن وش نقول عليهم الأساتذة راه في القسم راه يقري راه يدرس راه يقدنا في واجبته ولكن الأستاذ لازم يراعي حالات بعض الحالات نتاع التلاميذ اللي ربما التلميذ مجتهد وربما في حالة من الحالات ما راجعش ما خدمش الواجبات المنزلية لازم يراعي هذه الحالات نعم. ويقدم لها مساعدة في حصص إضافية أو حصص الاستدراك. نعم كان لنا معك سيد كمال نواري مستشار تربوي حديث شيق حول قطاع التربية. أشكرك جزيلا الشكر على تلبية الدعوة. شكرا لكم. نعم عودة مجددة إليكم مشاهدينا في باقي فقراتنا.